هاي شنو هاي زوز؟ اليوم ها؟ اليوم اكو عزومه ولا ماكو عزومه؟ خلصي هم زين صفطي الهدوم انت بقى لماعين اي يا والطبخ سمك اليوم اويلي سمك اروح اطبخ لك سمك سمك لا انا خليتها اول ما تزوجنا اول يوم خليتها تطبخ لي باكر اي والله قامت تبكي وما اعرف اطبخ فاكو شو يسمونه باتي جايب راسه بالفريزر قلت طلعي لنا قاعد تخيلي من وحده ما تعرف تطبخ راس راس كامل راس كامل منقطع ابدا ومسوي هيجي وظليت ابكي يلا ما يخالف هاي بالصباحيه يعني اول اسبوع تقريبا أي. بعد ما اي بعد ما رحنا البيت جيبي راس باكر هو يعني هو نظر إلى مرعب مو لانه بيطبخه وهاي قصي ويا زوزو شوفي شلون بس شنو علمتها تطبخ ماما new product is this.